السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا بكل خير. بداية أعرفكم بنفسي، أنا الدكتور ياسر القحطاني، استشاري طب نفس أطفال المراهقين، أعمل بالمستشفى العسكري بجدة. أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية إشراق ممثلة في مجلس الإدارة والأعضاء وكل العاملين فيها على ما يقدمون من دعم وجهد لا محدود. نقدر جدا الاحتياج العالي للتوعية وللمواد التثقيفية والعلمية، وحتى الأمور التي بحاجة إلى إثراء المجال في البحث العلمي. والإخوان في الجمعية مشكورين، يدعموا هذه الأمور جميعا بكل ما أوتي من قوة، فشكرا لهم على ذلك، ونتمنى لهم التوفيق والانتشار على قدر ما يستطيعوا في جميع أرجاء المملكة. طيب، الليلة إن شاء الله حنستغل الفترة هذه ما يقارب النص ساعة إلى 45 دقيقة، حنتكلم عن أمور لها علاقة بفرط الحركة وتشتت الانتباه، وحنركز على التشخيص وما يتعلق بالتشخيص، وسنترك المجال في النهاية للأسئلة للي يرغب بالمداخلة وطرح بعض الأسئلة للإجابة إن شاء الله. طيب، في حال احنا نتكلم عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، هو من مسمى هو اضطراب، ويتركز كثير على درجة الثبات من ناحية الحركة والسكون للجسم، وتشتت الانتباه من ناحية التركيز والقدرة على التعلم والتواصل مع الآخرين. الاضطراب هذا مر بمراحل كثيرة من ناحية التطور في التشخيص والصفات التي يستطيع مثلا الممارس الصحي مثلا انه يعتمد عليها للتشخيص، وآلية التشخيص مرت بمراحل. كان هناك أكثر من مصدر على أساس ينظم عملية التشخيص، ولا زالت الأمور كل ما لها في تطور. فكانت في فترة من الفترات محصورة بعمر معين، وكانت فترة من الفترات في قلة في البحوث في لفترات سنية معينة، ولكن بفضل الله الأمور كل ما لها تتطور وتشمل عدد أكبر، وتكون هناك حرية أكبر للطبيب بحيث أنه يقدر يساعد مرضاه بأكبر قدر ممكن. فنتكلم عن الأعراض الأساسية اللي متى إحنا نشك إنه والله الشخص هذا أو الطفل هذا أو المراهق هذا عنده مشكلة، خلينا نقول، أو عنده عدم قدرة على التأقلم أو أداء حياته اليومية بسبب زيادة أو نشاط زائد، أو بسبب اندفاعية زائدة، أو بسبب عدم القدرة على التركيز. فلنفرض أكثر من سيناريو ممكن يمر على الأهالي أو يمر على الناس. لما الطفل أو المراهق يبدأ أداؤه المدرسي في النزول، هذا مؤشر. يبدأ في النزول بحيث أنه ما يجد مبررات لهذا الشيء. فالطبيب يملك الأدوات ويملك القدرة ويملك المعرفة الكافية بحيث أنه يحدد المسببات لهذا الشيء. فمثلا في حال لا قدر الله انفصال الأب والأم، وتأثر الأطفال بعد كذا، أو تأثر المراهق في أدائه المدرسي ومو حاسس أنه هذه هي المشكلة الأساسية، بينما يعتقدون أنه يكون عنده مثلا مشكلة في التركيز، أو أنه ما يبغى المدرسة، أو أنه أداء يكون ضعيف. مشاكل ثانية زي مثلا فقدان شخص عزيز، أو انتقال من مكان إلى مكان، أو يكون الشخص من النوع الحازم والدقيق والحساس، واللي يبغى كل حاجة تكون كاملة، حاجة احنا نسميها المثالية العالية. فالأشخاص هذول عندهم قدرة عالية على النجاح، وعندهم رغبة كاملة لأنهم يكونوا مثاليين في كل حاجة،
وهذا أمر جدا صعب على الطبيعة البشرية، بحيث أنها مبنية على نقص ومبنية على عدم قدرة على الأداء المتكامل طول فترة الحياة. فلذلك يعتريهم فترات أنهم يحسوا أنه والله ما بيقدر يركز، ما بيقدر ينتج، فيتوقع أنه والله عنده فرط حركة وتشتت انتباه، بينما هو على النقيض ما عنده هذا الاضطراب. عشان كذا جاءت التنظيمات بحيث أنها تعطي الأطباء الأدوات الكاملة للتشخيص والقدرة. عندنا القدرة الكاملة بإذن الله على التشخيص، على تمييز الأعراض وعلى تداخلها مع الاضطرابات الثانية. ففرط الحركة وتشتت الانتباه يتداخل كثير مع اضطراب منتشر هو اضطراب التحدي، يكون والعناد. هذا الاضطراب كثير يتشابه مع فرط الحركة، ويكون فيهم تداخل، ويكون في يمشوا مع بعض في أحوال كثير. اضطرابات زي الاكتئاب ممكن يظهر كأنه فرط حركة لكنه من النوع الضعيف في التركيز. اضطرابات مثلا القلق تكون مشابهة لفرط الحركة، تشاركها مثلا اللي هو الحركة الزائدة وعدم القدرة على الثبات والنوبات الهلع. فمن هنا جاء التشخيص التفريقي والخطة العلاجية اللي تكون مناسبة لفرط الحركة، واللي مناسبة للأشخاص اللي عندهم فرط حركة واضطرابات أخرى زي القلق، زي الاكتئاب، زي اضطراب العناد والتحدي. فأمر التشخيص جدا مهم وجدا أساسي في العملية العلاجية. النقطة الثانية ممكن نتطرق لمن هم الأشخاص أو من هم اللي عندهم القدرة اللي يستطيع أن يساعدني ويشخص الحالة هذه إذا كانت فعلا فيها فرط حركة أو لا. أنا لما مثلا أشك إنه عندي الأعراض هذه أبدأ أقرأ في النت وأبدأ أتثقف أكثر وأبدأ أطلع وأبدأ أجي وأبدأ أسأل وهنا وهنا، هذا ليس تشخيص. لما أتطرق لي أو أن أعرف إنه في أشخاص مشخصين بهذا الشيء وأبدأ أقارن بيني وبينهم، هذا ليس تشخيص. لما أحد غير متخصص يتكلم في هذا النوع من الاضطرابات، هذا برضو غير تشخيص. اللي يملكون القدرة على التشخيص واللي هم مرخصين دوليا انهم يشخصوا هم اطباء الطبيب النفسي اللي يملك القدرة الكاملة على ومدرب تدريب كامل على تشخيص هذه الحالات، وغالبا غالبا اللي هم متخصصين في اضطرابات الاطفال والمراهقة. برضو كمان المتخصصين من طب الأطفال في اضطرابات النمو بإمكانهم التشخيص، والعلم النفسي الكلينيكي المتخصصين برضو في هذا التخصص اللي هو اضطرابات النمو. فكل الثلاثة هذول بالإضافة إلى طبيب الأسرة اللي لديه تدريب وشهادة وخبرة كافية لتشخيص مثل هذه الحالات. غير كذا حنجد صعوبة لدى المعالج أو لدى المختص في تشخيص مثل هذه الحالات. فهذول اللي يملكون القدرة أو اللي عندهم الإمكانية أنهم للتشخيص. بعد كذا نشوف الأدوات التشخيصية، كيف الواحد ممكن يشخص فيه كمختص. لازم يكون هناك تقييم كلينيكي بشكل مرة كبير. نتدخل ونتطرق إلى المعلومات من فترة الحمل إلى وقت الحضور للعيادة. يكون هناك معلومات كافية عن النمو وعن ظروف النمو وعن كل المتعلقات بهذا الشخص من خلال فترة الطفولة ومن خلال فترة المراهقة وحتى مرحلة البلوغ والرشد. طبعا ليس فقط المقابلة الكلينيكية كافية، لكن هناك كمان أيضا المقاييس الكلينيكية، وهي تثبت وتتأكد التشخيص وتعطي يعني نظرة شاملة ودقيقة عن الاضطراب الحاصل في الوقت الحالي.
وكمان اللي هو التقييم المباشر اللي هو الإشراف على نفس الشخص ومشاهدة كيف حركته وكيف كلامه، ونعمله تقييم كامل للقدرات الذهنية وانعكاسها على جسده. وكمان من المتابعة يبان معنا التشخيص بشكل أوضح بإذن الله. هل المقاييس كافية؟ إنه والله أروح وأشوف لي مقياس وأسوي، أو إنه أحد من المختصين الغير مؤهلين مثلا ياخذ مقياس ويطبقه على أحد ويطبقه على نفسه ويطبقه على أي شخص وخلاص يتم التشخيص؟ أبدا هذا مو صحيح، لأنه إحنا كأطباء نعلم جيدا متى أطبق المقياس ونوع المقياس وعلى مين في أي وضع. لو أخذنا المقاييس كمثال، مقاييس فرط الحركة وتشتت الانتباه، وطبقناها على مثلا مراهق عنده توتر وقلق عالي جدا، راح يعطينا مؤشرات عالية إنه عنده مشكلة مثلا في التركيز، أو عنده مشكلة في الحركة، أو عنده مشكلة في الاندفاعية. فدرجات المقياس ممكن تعطينا قراءات خاطئة على إنه هذا الشخص عنده فرط حركة أو عنده تشتت انتباه، وفعلا ما يكون عنده ولا شيء. فبنلاقي كثير على النت مقاييس، بنلاقي أدوات كثير في الأونلاين وفي مواقع تغري الناس إنه تعال شوف اختبر نفسك وكذا. هذه تعطي ممكن انطباع لكنها ما تعطي تشخيص، ولا عندهم القدرة على التشخيص على كذا. لذلك المختص هو الوحيد اللي يملك هذه القدرة. وأيضا الأهالي، أو خلينا نقول الأشخاص اللي عندهم هذا الأمر وشاكين فيه، يعني في أشخاص كثير يشك إنه عنده مشكلة لكن مو عارف شيء، ما يتذكر، ما يركز، دائما ثقته بنفسه ضعيفة، دائما في مشكلة في تقديم نفسه للناس، دائما في مشكلة إنه كيف يجادل، أو خلينا نقول يدخل في حوار طويل مثري عميق. هذول الناس ممكن يكون في حلقة مفرغة دائما ويدور على انه فين المشكلة، لكنه يصطدم في مشكلة. البث يقطع؟ لا زال يقطع. تمام. لكنه يصطدم بمشكلة انه هل انا المفروض اروح للدكتور ولا لا؟ يعطيكم العافية. لا كذا تمام. هل أنا لازم أروح للدكتور ولا لا؟ فيجلس في دوامة ممكن تصل إلى سنوات، وقفنا على حالات لها سنوات عشان بس يصل للعيادة، يجلس في إقناع أو يجلس في تردد ويقدم رجل ويأخر رجل، هل أروح ما أروح؟ يبدأ بعد كذا يقع في فخ اللي هم يروح للناس الغير مختصة، ويبدأ يكرس نوع من زيادة عدم الثقة بالنفس، الهروب، عدم المواجهة. فلاقي مثلا جامعته بدأت تتأثر، لاقي ما يستمر في عمله، مو قادر يواجه مثلا أهله أو هي تواجه أهلها بالموضوع هذا، لحد ما تصير مصيبة كبيرة، يا يعني إنه رسوب أو إخفاق أو فقد للعمل أو حصول كارثة. فبعدها يتوقف الجميع لحل أمور كان بإمكاننا نحلها من زمان بحلول أبسط وبعدم تعقيد أكبر. المشكلة اللي تصير إنه إحنا أخرنا التشخيص وأخرنا الأشياء، إيش المضار؟ أنا ممكن أعيش يعني هذول، خلينا نقول كثير نسمع من الناس إنه طيب هذول سنين الناس ما سمعنا عنهم هذا الاضطراب، ليش طلعتوا لنا الدكاترة بهذا الشيء الآن؟ وهذا الكلام صحيح، العلم بيتطور. مثلاً علم الباطنة، علم الباطنة عمره آلاف السنين، ما يقارن بعمر الطب النفسي. فكل ما كان عمر الطب عالي والأبحاث فيه قديمة، كل ما كان متطور أكبر. فهذه الأشياء إلا ما تكون موجودة، وهو له علاقة جينيا بأمور مرة كثير. يعني بنلاقيه في عوائل كثيرة منتشر، لو طلعنا مثلا للآباء والأجداد نلاقي في أعراض، لكنه لا كانت الخدمات موجودة ولا كانت القدرة، ونلاقي هذول الأشخاص يميزوهم هم إنه والله كانوا تعبان، كان ملاحظ عليه كذا، كان شقي،
كان يعني مجاهد كبير في حياته من التعب اللي هو فيه. الآن صار رتم الحياة عالي، فالقدرة على التشخيص صارت عالية، حتى المتطلبات الحياة صارت مهمة. حنجاوب زي ما قلت لكم يا أخوان على كل الاستفسارات إن شاء الله في الأخير، بس نسهب شوية فممكن هي مع الكلام نجاوب على كثير من الاستفسارات، يصير يتبقى لنا الأشياء المهمة في الأخير ونجاوب عليها. مسألة إنه كل ما الواحد تأخر فهو يبني ذكريات، يبني مواقف، يبني عدم ثقة بالنفس لسنين، فيبدأ مو فقط يتعامل مع الاضطراب، يبدأ يتعامل مع ما خلفه الاضطراب والمشاكل اللي خلفها من عدم ثقة بالنفس. ممكن يدخل في اكتئاب، ممكن يدخل في اضطراب في العلاقات بالآخرين بسبب إنه ما حلينا المشكلة الأساسية. فمع المشكلة ومع حلها حنضطر كمان نحل ونقلل من الآثار اللي حصلت، ونعالج الآثار، ونعيد الثقة بالنفس، ونسوي جلسات كثيرة ولفترات طويلة بس علشان إحنا نقلل من الآثار اللي حصلت خلال السنين الماضية. لكن كل ما كان التشخيص أبكر، كل ما كان التدخل أبكر، كل ما كانت النتائج أفضل، وكل ما كانت التطور في حياة الشخص كانت رائعة. هل الاضطراب قابل مثلا للعلاج، أو إنه والله شيء بس أنتوا تعطونا حبوب، أو إنه تعطونا بس أشياء ممكن لا قدر الله الواحد يدمنها؟ هذا كلام جدا مو صحيح. الاضطراب بشكل كامل علاجه جدا حيكون جذري، ونسبة تحسن الأعراض عالية جدا تصل إلى فوق 90%، وبإمكان الشخص أنه يرجع لحياته بشكل أكبر ويستفيد حتى من قدراته الذهنية بشكل أعلى. فلو كان كمثال شخص عنده اضطراب فرط الحركة، تشتت انتباه، وقدراته الذهنية عالية، ذكي جدا، فالاضطراب هو اللي قاعد يعطل حصوله على المكانة اللي الله كاتبها له لو أنه استخدم كل هذه القدرات الذهنية. لكن مع فرط الحركات يتعطل أشياء كثيرة منه. فاللي يصير إنه لما نحن نعالج هذا الموضوع يبدأ هو يصل مثلاً ل يعني مرحلة علمية متقدمة، يصل لأمور جيدة في حياته، ففرص كثيرة تعتمد على عدم إهمال التشخيص. التشخيص بحد ذاته يعتمد اعتماد كلي زي ما قلنا على 3 أشياء. شيء متعلق بالتركيز، وجزئية متعلقة بالاندفاعية، وجزئية متعلقة بالحركة والقدرة على الثبات. فالجزئية المتعلقة التركيز والقدرة على حفظ التركيز لإنجاز المهام، هذه من أهم الأركان التشخيص. فبنلاقي الأشخاص مثلا اللي عندهم ضعف بأنه يبقي إنه يقدر على محافظة على تركيزه لفترات طويلة مهمة لإنجاز أعمال عادية وكل الناس يقدروا يسووها. فمثلا الطالب كمعدل بسيط يقدر انه والله يحضر، او انه يقدر يركز في حصة لمدة ما بين 20 الى نص ساعة الى 40 دقيقة، بينما المراهق مثلا او الشخص اللي عنده فرط حركة ما يقدر يركز اكثر من 10 دقائق. فالقدرة هذه بنلاقيها مرة واضحة. فعشان ما عنده القدرة فيبدأ يدور حلول، او يبدأ كيف انه يحمي نفسه من عدم القدرة هذه اللي ما هي موجودة عنده، ويبدأ يحاول إنه يتجنب حضور الكلاسات اللي تحتاج مثلا تركيز. يبدأ خلاص أي بروجكت ولا أي موضوع يحتاج تركيز عالي ويحتاج جهد ذهني وحضور ذهني عالي يتجنبه، ما يسويه، يسوي أخطاء سهلة، ما يركز. يعني واضح إنه دائما يسمع كلمة ركز ركز انتبه، خلك معي، وفين فين تهت، ليش التوهان هذا اللي انت فيه، هذه دائما يسمعها كثير.
يكون جالس قدامك وتحس انه مو معك، او كانه سرحان في مكان ثاني. ما يقدر يحافظ على السكجول حقه او الجدول حقه، ففي عنده مشكلة في التايم مانجمنت، او عنده مشكلة في المحافظة على الوقت والحضور في وقت معين واستخدام الوقت واحساسه بالوقت عموما. يكون في مشكلة كبيرة عنده، يفقد أشياء بشكل مرة كبير، لدرجة إنه يحط شيء في نفسه إنه أنا أفقد أشيائي، فتضيع عليه أشياء حتى مهمة، ممكن الأوراق الثبوتية والبطاقات الثبوتية، البطاقات البنكية، المفاتيح، أشياء كثيرة ممكن نلاقي الأشخاص يدخلون في هذه الإشكالية. كأعراض تشخيصية، كانوا الأطباء في فترة من الفترات على حسب الـ DSM-5 أو الـ ICD-10 اللي هو التشخيص التفريقي الأمريكي أو البريطاني، كانوا مجبرين أو محدودين في فترة أو في فئة سنية معينة. لكن التحديث الأخير اللي هو النسخة الخامسة أعطت المجال للمتخصصين أنه بإمكانه تشخيص الحالات في أعمار متعددة، ولكن كل ما كانت الأعمار أصغر، يعني لو بنيجي على الأعمار اللي هم أقل من 14 أو 15 أو 16، نحتاج أعراض أكثر عشان نشخص اللي هو جزئية عدم القدرة على التركيز، وتكون الأعراض هذه ماشية إلى ما يقل عن 6 أشهر باستمرار. يعني هناك 6 أشهر بشكل مستمر على الأقل، الأعراض هذه مستمرة وأكتف وموجودة بشكل يومي. ويرافقها شيء مهم جدا، مو بس إنها تكون في الأعراض، يكون في كمان إخفاق، ويكون في فشل في إنه يكون ما يقدر يمشي أموره الحياتية بشكل كويس، فعنده مشكلة في ترتيب جدوله، عنده مشكلة في الأداء في المدرسة، عنده مشكلة في العلاقات، يعني مؤثرة على أكثر من جهة في حياته، مؤثرة في الأمور في بيته، مؤثرة في مثلا مدرسته إذا كان يدرس أو في عمله، مؤثر في علاقاته الخارجية وعلاقاته الزوجية أو كل الأمور هذه. فبنلاقي في تأثر كبير يكون موجود للأشخاص هذول في هذا الصوت واضح الآن؟ أعتقد أنه واضح. لا زال مو واضح الصوت؟ يعطيكم العافية. طيب، الجزئية الثانية اللي هي الاندفاعية. كيف نميز الاندفاعية؟ يعني بالعامية نسمع كلمة ملقوف أو مطفوق أو مطيور أو ما نعرف إيش، هذه الأسماء، هذه التعليقات دائما يحدث منها تنمر شديد عليه. فبنلاقي دائما ما عنده القدرة لانتظار دوره، فدائما يكون مندفع ما ينتظر دوره. إذا مثلا أنا بتكلم في سالفة أو بقول حاجة معينة، يبدأ يقاطعني بس عشان يضيف المعلومة اللي هو يبغاها من غير أي تفكير. فاندفاعية على مستوى الأفكار، اندفاعية على مستوى الحركة، اندفاعية على مستوى الأداء، مندفع دائما في كل الأمور، حتى في اتخاذ القرارات يكون مندفع بشكل ممكن يتخذ قرارات ممكن فيها ضرر على نفسه، لكنه ما يفكر، ما عنده القدرة للتفكير والتعمق في آثار أو خلينا نقول ما يترتب على اتخاذ هذا القرار. هذا وكمان جزئية فرط الحركة. فرط الحركة معناته زيادة عن المعدل المتعارف عليه، أو خلينا نقول اللي متوقع من شخص في هذا السن، سواء كان عمره 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة. فلما أحد يجي بنلاقي كل الأشخاص اللي مثلا في سنة كانوا زملاء عمل أو كانوا طلاب في الفصل، فالكل قادر يثبت أو الكل قادر يجلس لمدة 10 دقائق، إلا هذا مو قادر يثبت أكثر من دقيقتين، فبنلاقي يتململ، يتحرك، ينطط، لازم ياخذ لفة، لازم يطلع، لازم يتحرك، فيلاقي كأنه عنده طاقة إضافية عن البقية. فمن الوصف الدقيق لها أنه يحس كأنه في محرك مركب فيه أنه يعطيه طاقة بزيادة. فهو حتى بيتحرك ولو نسأله ليش، ممكن يقول لك ما أعرف، أنا كذا، أنا ما أقدر أهدأ، ويكون ملاحظ ويوتر اللي حواليه،
نشوفهم كثير لما يجلسوا في صالات الانتظار او في المطارات او في الطيارات، ما في قدرة على انه يلتزم او يقدر يمسك نفسه عن انه يتململ او انه يتحرك، دائما يتضايق من الهدوء اللي يلزمه انه يبقى في حركة معينة. هذه الصفتين برضه للأشخاص اللي أقل من 17 سنة، نحتاج مواصفات أكثر من الأشخاص البالغين. طبعا بشكل عام لما نقول إحنا اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه، فهي 3 أنواع. يكون إما فرط حركة وتشتت انتباه والحضور الكامل هو مجرد تشتت انتباه أو ضعف في التركيز، هذا نوع. في النوع الثاني اللي هو يكون فرط حركة وتشتت انتباه والصفات الطاغية أو الصفات البارزة على الشخص هذا اللي هو فرط الحركة. النوع الثالث اللي هو يكون الاثنين، عنده فرط الحركة وعنده تشتت الانتباه. فكل واحد فيهم على كل عمر معين يحتاج تدخل علاجي معين مناسب للسن وللأعراض النشطة الحالية. كمثال، لو يكون عندنا أحد عنده فرط حركة وعمره 45 سنة، فهل جيد إني أعالج فرط الحركة ولا جيد إني أعالج الآثار اللي الآن لازم أتعامل معها في هذا العمر؟ غير إنه لما يجيني الطفل عمره 5 سنين وعنده فرط حركة، فالتدخل للطفل غير الرجل هذا الكبير. هذا الرجل ممكن خلينا نقول تزوج، عنده وظيفته، مستقر في أشياء كثيرة من حياته، ومجرد يحتاج العمل مثلا على رفع الثقة بالنفس، رفع الكفاءة للقدرات الذهنية، بينما الطفل هذا لا، يحتاج اني اعلمه كيف يثبت، اعلمه كيف يتعلم احترام كلمة لا، احترام القوانين في البيت، احترام القوانين في المدرسة، احترام القوانين في الشارع مع الناس، المحافظة على سلامته. احتاج ممكن حتى اعطيه ادوية عشان يقدر يركز ويتعلم، ما تفوته التعلم في هذه السن المبكرة للقدرات الاجتماعية، للقدرات الذهنية، للقدرات الأكاديمية، كلها أشياء يحتاجها في فترة التأسيس. فكل واحد بيحتاج خطة علاجية معينة مكوناتها تختلف. لنفترض الآن أنا شخصت طفل زي ما قلنا 5 سنين، فكنت متدخل، أحتاج إنه يتدخل علاجيا دوائيا أقصد، وسلوكيا وجلسات تخاطب وجلسات علاج وظيفي. بينما لما هذا الطفل صار عمره مثلا 15 سنة، مجرد إني أسوي له جلسات علاجية لرفع الثقة بالنفس ومعالجة التوتر والقلق مثلا في الأداء، لما يقدم محاضرات، لما يتكلم قدام الناس. واحد ثاني بس يحتاج ممكن أعطيه اللي هو الدواء يساعده إنه يركز في أدائه في الجامعة مثلا ولا في العمل، وخلاص ما عاد يحتاج مثلا جلسات علاجية أو جلسات سلوكية أو جلسات تخاطب ومن هذا القبيل. تقريبا كذا خلصنا نص ساعة. هذه الأشياء التشخيصية بشكل عام اللي احنا قلنا عليها، وكيف احنا بحاجة للتشخيص من عدمه، وكيف الاضطرابات الثانية اللي ممكن تكون مصاحبة واللي تكون كأنها تغطي على هذا الاضطراب وهي حاضرة وموجودة. فالآن بترك لكم المجال بحيث انه نجاوب. فأنا برجع للأسئلة القديمة اللي بدأت في أول البث وحجاوب عليها، والأخوان يعني خذوا راحتكم الآن في طرح الأسئلة. السؤال هنا، هل هو وراثي؟ يعتبر فرط الحركة من أقوى الاضطرابات النمائية اللي لها علاقة بالوراثة، فغالبا غالبا تزيد النسب بشكل عام في الأسر، سواء كانوا من الآباء للأبناء يعني للأجيال هذه، ففيه نسبة كبيرة من الوراثة في هذا الاضطراب. السؤال هنا، متى ممكن نقدر نقول إنه too late أو متأخر؟ ما في شيء اسمه too late، وما في حاجة إحنا نقول خلاص أنت فاتك، ما وش أسوي لك الآن؟ لا، زي ما ذكرت أنا قبل شوي، لكل مرحلة لها احتياجها الخاص، لكل مرحلة لها متطلبات معينة، بحيث إنه والله إحنا نعرف وش الشخص هذا اللي عنده الاضطراب هذا وش اللي يحتاج.
فزي ما قلنا، إذا فرط الحركة هو مصنف من الاضطرابات المزمنة النمائية، فهو اضطراب موجود مع الشخص على طول، ما في شخص ينتهي منه هذا الاضطراب بشكل كامل، فهو اضطراب موجود عنده ضعف في التركيز أو عنده ضعف في القدرة على التحكم بحركته، لكنه لازم يكبر ولازم يتعلم ولازم يؤدي في حياته بشكل كويس، فإحنا نساعد إنه يكبر، ما نقول إنه خلاص عنده اضطراب وإنه خلاص هذا شخص لا قدر الله يعتبر من ذوي الإعاقة ونتركه، لا، بإمكانه أن يعيش حياته بشكل كامل، وبإمكانه أن يكون شخص منتج، وبإمكانه أنه يستمتع بكل مكونات حياته، لكن ممكن يحتاج مساعدة تختلف في الدرجة وتختلف في المحتوى بين كل فترة وفترة. من ناحية الأعمار، زي ما قلنا ما في عمر محدد للتشخيص، فبإمكاننا نشخص أشخاص عندهم فرط حركة تشتت الانتباه فوق الـ40 وفوق الـ30، وطول الفترة هذه ما هم عارفين، لكن حصل حاجة معينة خلاهم يتوقفوا ويدوروا على تشخيص. طبعا كثير يصير في لبس إنه هذا اضطراب خاص بالأطفال، لا أبدا، مو صحيح هذا الكلام، هذا الاضطراب في كل الأعمار ويكون على كل السنين، زي ما قلنا إنه للأطفال أو للمراهقين نحتاج أعراض أكثر وعشان نوصل للتشخيص، وتختلف نوعية أو خلينا نقول تسمية الأعراض بين الأطفال وبين الكبار، لكن هو كمختص أو هو كمعالج يقدر يميز هذه الأشياء بالأدوات وبالمقابلة الكلينيكية. هل ممكن أشخص طفلي عن طريق مقياس سلوك كونر؟ تكلمنا عنه قبل شوي وقلنا إنه مو كل مقياس أو مو كل موقع يقدم لي استبيان أقدر أشخص فيه. لو كانت الأمور بشكل كذا كان ما قلنا إن الأمور تحتاج مقابلة كلينيكية، لا. الخطورة فين؟ إنه مثلا لما آخذ مقياس زي هذا وأطبقه على طفلي اللي عنده مثلا توتر عالي أو عنده قلق الانفصال أو عنده مثلا اكتئاب، حلاقي إنه يعطيني درجات عالية في عدم القدرة على التركيز، وحلاقي إنه يعطيني درجة عالية في التوتر، لأنه أساسا طفلي ما هو مثلا عنده فرط حركة، عنده مجرد قلق انفصال أو عنده إشكالية في حضور المدرسة أو عنده تنمر مثلا في المدرسة، فما يبغى يركز أو يخاف إنه يركز، فألاقي إنه المقياس أعطاني مؤشرات إيجابية، هنا أنا بدخل نفسي في مشكلة مع طفلي وبدخله في مشكلة، بقول بليش اروح مختص وليش ما نعرف ايه، خلينا هنا ايوه عنده فرط حركة واروح ادور اللي معالج سلوكي واروح خلاص اخذت التشخيص وبديت امشي. طبعا اذا المعالج السلوكي او الاشخاص اللي رحت لهم قلت والله عند طفلي كذا وساعدوني، اكيد ما حد بيقول لك لا ومعليش، ممكن كل الناس ما يكونوا عندهم المهنية العالية، فاحنا كاشخاص هذول اطفالنا هذول اهالينا، ما في اهم على الواحد من صحته، ما في اغلى على الواحد من حياته، فأنا أتوجه للشخص اللي يعطيني التشخيص، وبعد كذا أنا حر في اتخاذ الإجراءات اللي أنا أحتاجها من ناحية العلاج أو لا. طيب، السؤال، لماذا ألجأ إلى المعالج السلوكي لكي يتعلم الطفل بينما أعطيه العلاج الدوائي وهو يتعلم المهارات بنفسه؟ ممتاز. فيه أطفال إحنا إذا والله شفناهم، فيه عندنا مؤشرين، إذا كان مؤشر الذكاء عالي وإذا كانت قدرته على التعلم ممتازة، فإحنا نعطيهم فرصة الأطفال اللي زي كذا إنه ممكن يتعلم، وإذا شفنا إنه والله الاضطرابات أو خلينا نقول النقص السلوكي أو النقص الاجتماعي اللي عنده ما كان بهذاك السوء، ففي أطفال فعلا يحتاجوا بس الدواء وهو يتعلم الأمور بنفسه، وزي ما ذكرت لكم هم مو كل الأشخاص بنساعدهم بنفس الطريقة بنفس الريتم، كل واحد بنفصل له طريقة علاجية خاصة فيه، فبالعكس حتى بنلاقي أشخاص عندهم فرط حركة وتشتت انتباه من شدة ذكائهم، الفترة الصغيرة هذه اللي هو يركز فيها يقدر يتعلم فيها أشياء جدا جبارة، فلما أنا أرفع الطاقة الاستيعابية حقته يتعلم أشياء ما نتخيلها، يعني يكون كأننا حررناه من شيء مقيده، فينطلق لآفاق مرة مختلفة، يبدأ يتعلم مهارات جدا ما كان يكتشفها في نفسه. فأنا مع التوجه هذا، وإحنا بنقول عن الأمور هذه المعالج اللي يحددها. هل فرط الحركة وتشتت الانتباه يسبب تأخر للنطق؟ نعم،
الآن إذا الطفل في عمر سنتين أو ثلاثة يحتاج يسمع اللغة عشان يتعلمها، يحتاج يسمع اللغة عشان ينطقها. فإذا كان حضوره الذهني ضعيف فطبيعي إنه ما حيتعلم اللغة. وبالعكس هذه من أكثر العلامات اللي الأهالي يجيبوا الأطفال عند المختصين، يودوهم لمتخصصين في فرط ال في عفوا في في التخاطب، ويكتشف بعدين متخصص التخاطب يقول لا الولد هذا عنده فرط حركة، روحوا ودوه للدكتور، أحتاج إنه لازم يعالجه قبل ما يجين الطفل. فهو فعلا يأثر على النطق، لكن زي ما قلنا إنه كل ما زادت معدل الذكاء عند الأطفال فبيتعلمون بشكل سريع، وما بيحتاجوا مثلا إلى معالجين. ممكن يكون الطفل لغته سليمة وعنده فرط حركة، يكون الطفل بعمر 3 سنين هل علاجه أسرع؟ زي ما قلنا كل ما كان العمر أصغر كل ما كان النتائج أفضل. ما في أحد يشبه أحد، ما في أحد زي أحد، كل واحد له وضعه الخاص من ناحية الاضطراب. ما علاج الديسلكسيا المصاحبة للـ ADHD؟ طيب الديسلكسيا برضو هذه تدخل برضو من خلينا نقول الأشياء أو النتائج اللي تصير مع فرط الحركة، الديسلكسيا واللينك ديسابيليتيز وكل الأمور هذه. أكيد إحنا مع العلاج ومع التقييمات اللي بتصير فبيتعلم مع مختص في التخاطب ومع العلاج، وبعد ما نشيك على مستوى النظر وعلى مستوى السمع وكل شيء نلاقي تمام تتحسن الديسلكسيا بشكل مرة كبير. هل في عمر معين ألجأ للتشخيص؟ العمر مفتوح، كل الأعمار نقدر نشخص فيها. زي ما ذكرنا وأكدنا عليه إنه كل ما كان أبكر كل ما كانت النتائج أفضل. هل الأدوية المنبهة للكبار تؤثر على القلب والشرايين لشخص تاريخ العائلة الوراثي مليء بالجلطات؟ إحنا نقول الأدوية المحفزة أو خلينا نقول المنشطة اللي إحنا نسميها الستيمولنتس، هذه الأدوية حالة واحدة فقط اللي احنا ما نعطيها للأشخاص اللي يكون عنده كهربة القلب ما هي جيدة. هذا جدا 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 محدود. وأنا كاستشاري لما ألاقي لي حالات تحتاج العلاج فأنا كشخص أملك القدرة إني كيف أعطي الحلول الأفضل للشخص هذا بحيث إنه يستفيد من كل الأدوية الموجودة بحيث إنه حالته تتحسن. فبرضه أعيد وأكرر، الدكتور يقيم التاريخ العائلي الوراثي وبالإمكان الاستخدام إذا ثبت إنه الشخص سليم بإذن الله. ابني بعمر 9 سنوات وما زال متأخر عن النطق على الرغم من أخذه للدواء، هل السنوات القادمة نشوف تقدم ملحوظ؟ صعب الإجابة على هذا، المعلومات المحدودة. التأخر في النطق احنا نبغى نعرف ليش هو متأخر وليش الآن ما بدأ يتجاوز، هل ممكن كان في تقصير أو عدد الجلسات قليل أو أنه نفس نوعية الدواء ما كانت مناسبة؟ أمور كثيرة تحتاج مراجعة الحالة عشان نحدد وين الخلل اللي صار. لكن فعلا احنا لما نحط الخطة العلاجية بعد كل فترة وفترة احنا بنعيد تقييم كل الأمور إذا كان في زي كذا تأخر ولا في تقدم. هل التشخيص غلط؟ هل العلاج غلط؟ هل كمية التدخل قليلة أو كثيرة؟ هل النتائج هذه المرجوة ولا أقل ولا أكثر؟ فلازم هذا المتابعة المستمرة هي اللي تعطينا كل الأمور هذه. هل لازم تكون الأعراض موجودة في مكانين زي في البيت والمدرسة، ولا إذا وجد في مكان واحد يعتبر ADHD؟ لا، هذا اللي قلنا إنه الأعراض هذه مو بس إنها تكون فيه وخلاص. الأعراض هذه لما تكون في أكثر من مكانين زي البيت والمدرسة والعلاقات الاجتماعية، كمثال في بعض الآباء والأمهات مثلا الأب يكون مرة حنين مع الأطفال ويكون يعني يعطيهم راحتهم، وتجي الأم مثلا مرتبة بشكل كبير، فبنلاقي الولد ذكي بيعرف كيف يتلاعب بين الأب والأم، فيكون شرس مع أمه ويكون ما يركز مع أبوه، لكن في المدرسة منضبط لأنه هناك المدرسين ضابطينه. هذا لا، هذا اضطراب ثاني مختلف تماما، هذا مو ADHD. أيوة الأهالي يجيبون إنه والله عندنا ما نقدر يمسك الكتاب، ما يجلس على المنصة، ما يسوي، لكن لما الأول كان في المدرسة كان ممتاز. فمعناته الخلل يكون في البيت أو في طريقة التعامل بين الأهل والطفل، أو هو كيف إنه يعالج برنامجه في المنزل. فأبدا هذا ما يكون ADHD، هذا ممكن يكون
شيء له علاقة بعلاقته مع الأب أو علاقته مع الأم أو ضغوطات داخل الأسرة تخليه يدخل في عدم القدرة على الأداء. ليش يربط بينه وبين التوحد؟ ما في أي ربط بينه وبين التوحد، ممكن يكونوا الاثنين مع بعض موجودين. فالطفل عنده توحد ما يمنع أن يكون عنده فرط حركة كمان، وطفل كمان عنده توحد أعراض التوحد تشبه فرط الحركة. فمو معناته كل طفل توحدي أو كل طفل عنده توحد أنه عنده فرط حركة، ولا كل أحد عنده فرط حركة أنه يكون عنده توحد. هذول اضطرابين منفصلة تماما، هذول اضطرابين لها تشخيصاتها الكاملة ولها علاجاتها المختلفة ولها النتائج المختلفة. الربط مو صحيح. كم أحتاج لتشخيص صحيح لمن أن طفلي كل سنة يطلع تشخيص جديد؟ متى أقول هذا التشخيص الصحيح وأعالجه؟ ما أعرف صراحة بالضبط وش اللي لقيتيه، لكن أنا أقول لك هو فرط الحركة. خلينا نقول الآن عمره 5 سنين وتشخص، فطول السنوات صار عمره 6 7 8 10 11 12، فمع الاضطراب صارت عنده مثلا ديسلكسيا أو صارت عنده صعوبات في المدرسة، بعد فترة صار عليه تنمر ودخل في اكتئاب، بعد فترة صار عليه ضغوطات وما يقدر يركز وبدأ يفشل في المدرسة. مو معناته إنه فرط الحركة تغير، هو فرط الحركة موجود ماشي معاه، لكن الصعوبات اللي موجودة ومسببها فرط الحركة هي اللي خلته يقع في أو يحصل على الاضطرابات الثانية. فمو هو قاعد التشخيص يتغير قد ما هو إنه في أشياء تستجد نحتاج نعالجها. هذا اللي أتوقع إجابة أو سؤالك كان عليه، هل فرط الحركة والانتباه علاقة بطيف التوحد؟ هذا جاوبناه. هل ممكن تعدد أماكن موجودة في جدة لعلاج الأطفال سلوكيا؟ هذه ممكن أنتوا ترجعوا للجمعية، عندها قائمة بالمراكز وبالأشخاص اللي عندهم إن شاء الله بإذن الله تدريب والقدرة على ذلك. وين يتوجه الشخص الباحث عن تشخيص؟ هل في عيادات أو أشخاص معينة تقدر توجهنا لهم؟ زي ما قلت لكم في الجمعية ما قصروا، يعني حاطين رقم وحاطين ويب سايت وحاطين حساب في تويتر وحاطين على كل الوسائل. ارجعوا لهم، عندهم مجموعة من الكوادر الطبية في جميع تقريبا المدن الكبيرة، خلينا نقول زي الرياض وجدة والدمام والمدينة، في الأماكن الكبيرة بحيث إنه الواحد ممكن إنه يلجأ لهذول المختصين في التشخيص وكمان في العلاج. هل التطعيمات في الطفولة لها علاقة؟ يكون الطفل يلاحظ وينتبه بعد ما ياخذ التطعيم يفقد هالمهارة، ما السبب؟ أعتقد إنه مو صحيح. التطعيمات ربطت بشكل كبير بالتوحد وفي فترة من فترات بالاضطرابات التشنجات، فهذه من الخرافات اللي ممكن تصير ويسووها في الناس في مجتمعاتهم، لأنه كل شيء مجهول نخاف منه إحنا كطبيعة مجتمعات. فأبدا ما له علاقة بالتطعيم ولا في أي شيء له علاقة بالموضوع هذا، والدراسات كلها تثبت عكس الكلام هذا. هل بعمر 3 سنوات علاجه أسرع ويمديه يطيب؟ هو ما يمديه يطيب، احنا نقول النتائج انها تكون افضل ويرجع حياته افضل، بحيث انه والله مثلا طفل بدينا نعالجه في عمر 3 سنين، فنقول باذن الله انه على سن 6 سنين او 7 سنين يروح مدرسه عاديه، ما يحتاج انه يروح مدرسه فيها صعوبات تعلم. لو مثلا اهملناه 3 4 سنين 5 وعمره 5، لما جاء 6 خلاص يبغى يدخل المدرسه، المدرس يقول لك لا والله ما يقدر يقعد في الفصل، شوف له فصل ثاني في صعوبات تعلم. احنا هذا اللي نقول كل ما عالجناه بدري كل ما خلينا حياته أشبه بالطبيعي وهو كبير. وين علاج سلوكي مناسب لمراهق وهل فعال؟ العلاج السلوكي فعال ومهم وجزء أساسي من العلاج، على حسب المدينة على حسب المختصين. طبعا من ناحية العلاج السلوكي يقدر يسويه طب نفس الأطفال، يقدر يسويه المتخصص في علم النفس الكلينيكي اللي عنده ماستر ليفل وأعلى، هذا اللي ممكن الناس يساعدوكم إن شاء الله في الموضوع. في الرياضة أماكن علاج سلوك جدا، ارجع للجمعية بالعكس، يعني الرياض يعتبر من أكبر المدن في المملكة اللي فيها خدمات، وبالعكس يعني في المدن الثانية إحنا نقول يا بختهم بالخدمات الموجودة اللي هناك. كيف أقدر أنجز المهام والأشياء من غير تفريط وتأخير؟ هذا هو العلاج اللي إحنا نقصده.
تشوف مختص، تشوف معالج، على اساس انه يرتب لك اللي احنا نسميها سكجول مانجمنت، ونسويها تايم مانجمنت، نساعدك فيها ان شاء الله. برضو نفس الشيء، ارجعوا للجمعية في قائمة كاملة بالأطباء وبالمراكز وبالأماكن المعتمدة إنها مهيئة لمساعدة الأشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب، تشخيص كبار ولا بس أطفال، التشخيص لكل الأعمار زي ما قلنا. هل النسيان والقلق مصاحب للاضطراب عند الكبر؟ نعم، لكن ما هو زي ما احنا نتكلم عن الخرف والديمنشيا والالزهايمر، هذا امر مختلف تماما. لكنه عدم القدرة على الحفظ، عدم القدرة على التركيز، تسبب لنا عدم الثقة بالنفس، وتسبب لنا نسيان كبير، وتسبب لنا مواقف كثيرة ومشاكل، لدرجة ان الواحد يبدأ يتجنب انه يتكلم قدام الناس، يتجنب انه يكون يعمل في خدمة عملاء، او انه يكون في اماكن فيها فرص وظيفية ممتازة بالنسبة له. فهذه الأشياء اللي احنا نقول أحيانا نحتاج نعالجها أكثر من فرط الحركة. عسر القراءة تكلمنا عنه، ما هو الخيار الأول؟ الأدوية المحفزة أم الغير محفزة؟ كل أعراض وشدتها ووقتها والأمور والمعطيات الحاضرة هي اللي تحدد علينا الدواء اللي احنا بنستخدمه. الغير محفزة في أي وقت؟ الأدوية طبعا نقدر نوقفها ونفعلها في أي وقت على حسب حاجة الشخص، ما فيها أي مشكلة. الأدوية بشكل عام ممكن ما هو في وقتنا الآن نتكلم عن الأدوية، لكن الأدوية جدا مساعدة، وبعد فترة من أخذ الكورس الأولي للعلاج إحنا نوجه الأشخاص ونقول له إذا في بعد كذا فترة أنت تحتاج تركز فيها، فممكن ناخذ هذه الجرعة من الدواء، إذا ما في ممكن تستغني عنها. خلاص أنت تعلمت كل الأساسيات اللي إحنا نتوقع أنك تحصل عليها خلال الفترة هذه وانتهت. فيصير الدواء خاص بالفترة التعلم القادمة، فكل ما يتعلم شيء ياخذ شيء مساعد، ما في ممكن ما ياخذ الدواء. هل تأثير الرياضات الفردية كالسباحة والكاراتيه وغيرها على الأطفال؟ هي مفيدة جدا، لأنه مع زيادة الحركة الطفل ما يتعلم، فإحنا لما نمتص الحركة الزائدة من خلال تعليمه مهارات جديدة، هذا جدا حيساعده على التعلم واكتساب المهارات، القدرة على التواصل والاستمتاع بوقته. التوحد الأساسية واضحة، الله يسلمك. هذا للأسف اليوم مو موضوع توحد، ولا احنا في التوحد. التوحد فيه له مصادره وله محاضراته وله أموره، احنا هنا نتكلم بس على فرط الحركة. هل أطفال فرط الحركة أكثر نضوج من بقية أقرانه؟ مو شرط، ممكن هو يحتاج مساعدة عشان ينضج، ويحتاج دعم كبير عشان يفهم نفسه ويكون ناضج زي البقية. فعلا بعد ما يتشخص الواحد بالفرط الحركة ويتعالج، حياته جدا تتغير. زي ما قلت لك، من ناحية العيادات والإمكانيات ترجع للإخوان في إشراق، وممكن يساعدونك بالأماكن. أعتقد أنه كذا خلصنا، يعطيكم العافية. تقريبا شارفنا على الساعة، أعطينا تقريبا 20 دقيقة الأسئلة. سعيد بتواجدي معكم، أتمنى أنها كانت فترة جيدة وكانت معلومات مثرية، سواء لكم كمستفيدين أو كأشخاص يحتاجوا هذه المعلومات. والشكر مرة ثانية وموصول لجمعية إشراق اللي هي مستضيفتنا كلنا، واللي الله يجزاهم خير على اللي قدموه، ونتمنى إن شاء الله إنها ما تكون هذه آخر محطة، وإنه نكون دائما معاكم وقريبين منكم في أي وقت إن شاء الله. يعطيكم العافية، وشاكر على حضوركم ووقتكم اللي استقطعتوه لهذا الأمر. شكرا لكم جميعا، في رعاية الله.